حمدا لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الشباب، أعزائي المستمعين، بعد أن وقفنا على حقيقة التنصير والتبشير وبينا في هذا الدرس السابق كيف نشأ التنصير وما هي أهم دعائمه، ننطلق الآن في هذا الدرس الثاني إلى بيان أهداف التنصير. إن الهدف هو الذي يحدد الوجهة، وجهة الفرد أو الجماعة، وما دامت المدرسة التنصيرية قد حددت أهدافها في عالمنا الإسلامي فإننا حري بنا أن نقف على تلك الأهداف ليتسنى لنا التعامل معها، ولنربي أبناءنا ونؤسس في أفكارهم وأذهانهم كيف البيان لهذه المدرسة التنصيرية وكيف يواجهونها. وعنصر هذا الدرس أساسي هو إبراز تلك الأهداف وشرحها، ومن هنا جاء الدرس مشتملا على عنصرين. العنصر الأول نبرز فيه أهداف التنصير سريعا، والعنصر الثاني نقف فيه على شرح وبيان تلك الأهداف. أما عن الأهداف ففي بداياتها وفي طليعتها نستطيع أن نقف على حقيقة واضحة، إن الهدف الأساس الاستراتيجي الذي يسعى إليه أرباب التنصير ويبذلون طاقاتهم في تحقيقه هو القضاء على الإسلام بوجه عام، بالإضافة إلى عدة أهداف أخرى قصدوا إلى تحقيقها، ومنها القضاء على الحكم الإسلامي وإنهاء الخلافة الإسلامية. ذلك أن الغرب عموما يدرك أن عظمة المسلمين تكمن في استقرارهم وثباتهم تحت راية واحدة، وهذا ما يؤكد هزة عنيفة لأوروبا ولعالم العالم الذي يناقض الإسلام ويعاديه. فالقضاء على الحكم الإسلامي حشدت له كل الطقى، كل الطاقات الأوروبية في ذلك الوقت. فبعد هزيمة تركيا وألمانيا في الحرب العالمية الأولى سنة 1914 عقد أعظم مؤتمر خلق في أذهان أوروبا العناد والصراع ضد الإسلام تماما، وبالتحديد ضد الخلافة الإسلامية، إنه مؤتمر لوزان الذي عقد بسويسرا، وكانت بنود هذا المؤتمر بمثابة التآمر المشؤوم على عالمنا الإسلامي. وهذا المؤتمر قد انضوى واشتملت نصوصه على هدف عام تنصيري هو القضاء على الحكم الإسلامي وإنهاء الخلافة، وذلك في النقاط الأربع: أولا إلغاء الخلافة الإسلامية، ثانيا إخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة ودعاتها، ثالثا أن تقطع تركيا صلتها بالعالم الإسلامي. لماذا؟ لإدراكهم قوة تركيا وأنها تمثل صورة الإسلام آخر خلافة كانت في تركيا، من هنا أرادت أوروبا أن تسقطها وقد نجحت. أن تختار تركيا، البند الرابع، أن تختار تركيا دستورا مدنيا علمانيا بديلا عن دستورها الرباني، وقد استطاعت الأيدي والأفكار التنصيرية أن تقيم من كمال أتاتورك الذراع الإنجليزي في قلب عالمنا الإسلامي. هذا هو الهدف الأول الذي سعى إليه التنصير، فماذا عن بقية الأهداف؟ الهدف الثاني القضاء على القرآن الكريم. إن أوروبا عموما وأعداء أمة الإسلام يتربصون بها ويحيكون بها ويفتلون لها في الذروة والغارب للإيقاع بها لما تمتلك من أعظم قوة، وهو قوة القرآن والتزام المسلمين بكتاب ربهم. لبيان هذا الهدف ننقل مقولة قالها كبير مسؤوليهم، إنه الحاكم الفرنسي في الجزائر، بمناسبة مرور 100 عام على احتلالها، حيث قال: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم، أي من وجود المسلمين، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. انظر إلى هذه الكلمة عزيزي الطالب، ترى كمية الحقد في قلوبهم،
ولكن الله تبارك وتعالى من ورائهم محيط. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ألا فإن الله ناصر دينه، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك أيها العزيز، قف تماما على مفهومية عدوك واعلم كيف يفكر. العنصر الثاني والهدف الثالث: تدمير الأخلاق والقيم في المجتمع المسلم. هذا أهم أهداف التنصير، فكيف عن هذا التنصير؟ يقول سامويل زويمر الذي عرفنا أنه من مؤسس التنصير وهو رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس للمبشرين المنعقد سنة 1935، يقول: إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما. إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. أنظرت عزيزي الطالب إلى تلك الكلمة الخطيرة؟ إن نريد أن نقطع صلة المسلم بالله ويترتب عليها قطع صلته بالأخلاق، وهذا هو الهدف الذي يسعون إليه، تدمير الأخلاق في بيئة المسلم. كذلك من أهم أهداف التنصير القضاء على وحدة المسلمين. يبين بوضوح هذا الهدف قول القس سيمون: إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التملص من السيطرة الأوروبية، والتبشير أي التنصير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة. من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية. نعم، إن أعز ما تملك أمة الإسلام هي الوحدة، أعز ما تملك أمة الإسلام هي اعتمادها على رب واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله تبارك وتعالى يؤكد على أن قوة الأمة تكمن في وحدتها، وقوتها تكمن في اعتصامها بربها. ومن هنا ينسج المبشر لورانس براون على منوال زميله سيمون فيقول: يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. أعلمت عزيزي الطالب خطورة هذا الهدف؟ نعم. أما عن الهدف الخامس فهو إضعاف العرب. لقد تمكن المنصرون من الإمساك بمفتاح قوة الأمة المسلمة ووحدة العرب، وأدركوا أن تفرقهم ضعف للأمة، فسعوا بكل سبيل إلى تمزيق وحدتهم وتفريق شملهم. يؤكد ذلك قول ميرو بيرجر في كتابه العالم العربي: لقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب تعني قوة الإسلام، فليدمر العرب ليدمروا بتدميرهم الإسلام. انظر، إذا أردت أن تدمر أمة ففرق شملها. هذا الهدف الذي تعمل عليه الآلة التنصيرية أو الآلة الاستعمارية في العصر الحديث، وقد استخدمت التنصير أهم وسيلة من وسائلها. كذلك من أهم أهداف التنصير إنشاء دكتاتوريات سياسية في العالم الإسلامي. لقد تمكن المنصرون من الإمساك بمفتاح آخر من مفاتيح قوة الأمة المسلمة، وهو عودة الإسلام إلى السيطرة على الأمة المسلمة. إن الأمة تقوى إن اعتمدت على راية الإسلام، ومن هنا سعى المنصرون إلى الحيلولة بين الإسلام وبين الشعوب المسلمة. يقول المستشرق سميث الأمريكي وهو الخبير بشؤون الباكستانية: إذا أعطي المسلمون الحرية في العالم الإسلامي وعاشوا في ظل نظام ديمقراطي فإن الإسلام ينتصر في هذه البلاد، وبالديكتاتورية وحدها يمكن الحيلولة بين الشعوب الإسلامية ودينها. والله أعزائي الشباب، إنه كلام في غاية الدقة وفي غاية الخطورة وفي غاية الوضوح الكاشف عن أهداف التنصير. أيضا من وسائل التنصير ومخاطره إبعاد المسلمين عن القوة الصناعية. لقد أدرك الغرب بوجه عام والمنصرون بوجه خاص أن من أهم مقومات المسلمين، رغم بالإضافة إلى مقوماتهم الاعتماد على القرآن والاعتمادهم على الوحدة والاعتماد على رب القوى والقدر،
أيضا من أهم ما تملك الأمة رغبتهم في العمل والإنتاج، وهذا انطلاق من تعاليم القرآن. بما أشعل الإسلام فيهم من طاقات، فعامل أيضا الغرب على إخماد جذوة الرغبة في داخل النفوس المسلمة، وحول المسلمين إلى قطيع مستهلك غير منتج. يقول أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية عام 1952 إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا عنيفا هو الخطر الإسلامي، فلنعطي هذا العالم ما يشاء ولنقوي في نفسه عدم الرغبة في الإنتاج الصناعي والفني. نعم، لقد استطاعت الآلة الغربية التنصيرية والفكرية أو الغزو الفكري المعاصر أن يحول الأمة من أمة منتجة إلى أمة مستهلكة. كذلك من أهم أهداف التنصير إبعاد المسلمين الأقوياء عن استلام الحكم في دول العالم الإسلامي حتى لا ينهضوا بالإسلام. لقد قلنا في أول هدف، وهو قتل الخلافة أو قتل دعاة الخلافة أو قتل الفكرة في مهدها، هذا إنما هو مرتبط تماما بهذا الهدف الأخير. إنهم لا يريدون حاكما عادلا، ولا يريدون في أمة الإسلام حاكما قويا مستمسكا بتعاليم الإسلام، كما أنهم لا يريدون أن تظل فكرة الخلافة الإسلامية راسخة في أذهان المسلمين. إن النهضة المنشودة في كل أمة عبر التاريخ المديد باستلام أمة الإسلام لزمام دينها ودنياها سياسيا واقتصاديا باتباعها لقائد مسلم، القائد المسلم فطن ومؤمن مسلم يستمسك بتعاليم الإسلام. ومن هنا فطن الغرب إلى خطورة القائد المسلم، فصرحوا تماما في بيئاتهم ونادوا في منتديات مؤتمراتهم بإنهاء ما يسمى بالقائد المسلم. لذلك يقول المستشرق الإنجليزي مونتغومري وات: إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام، فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة أخرى. أرأيت عزيزي الطالب، رأيتم مستمعي الكرام كيف تعمل الطاقة الغربية على هدم قيمة الأمة المسلمة، وذلك بتقطيع أواصرها وهدم مقوماتها؟ إن الأهداف إذن حرية بأن يفهمها الطالبون والباحثون حتى يستطيعوا التعامل معها بشكل فكري أوقع. هذا ما ستحمله أيضا الصفحات التالية، وهي تكشف لنا عن وسائل التنصير التي تحقق أهدافهم.